الجاز البيس الباتري الاشياء اخوات بس رح نضطر نوقفها لانه يوتيوب بيعمل لها كوبي رايت. توصل لهون اسمه جي مخلوف. جي مخلوف على قلب شارع الدوره على قلب اسمه شارع ارمينيا. الاجواء كتير حلوه. اول شيء نظافه. شو بدي اخبركم الطعمه ولا اروع من الكاميرا. فاليوم جبرته. يلا منفوت ومنبلش. هلو 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 هلو. بدنا نشيل على الاخر. اوكي اوكي وليد من الاول. هالمحل الصغير اللي بيسع 1000 محل خبرنا عنه كيف بلشت الفكره من كم سنه وكل تفاصيل. المحل بالاساس كان لبيه فتح هون بال 1965. كان محل اجبان البان ومشروبات. وانا توك اوفر بال 87 انا وخيي وبقيت ماشي فيه مثل ما كان لل 94 قلبته سناك. كانت ريفولوشن ما بدهم ياني يقلوا سناك كيف بده يمشي. بال 2000 وسعوا الطريق وصغروا المحل اكلوا ثلاث ارباع المحل لان ام ستيل جونا. محل صغير انجا بيساع ثلاث اشخاص صح بس قلبي بيساع كثير. اكيد هيك اكيد هيك. بشو مشهور الناس شو بتجي تاكل عندك؟ موستلي ستيك ساندويتش تشيكن بريست على الجريل برجرز هوت دوجز. يعني ما في احكي انا عن اكلاتي العالم بيحكوا. طيب كيف اجت الفكره بعد ما فوت انا اخبرهم فرجيهم النظافه كيف اجت الفكره ليش الموسيقى كيف بتعيش بهذا المحل؟ يعني ما بدي اقول لك انظف سناك بلبنان اكيد بس خبرني كيف. او سي دي جاي من امي. امي انا بقول النظافه اتس كلتشر ما بتجي لوحدها. يعني either you have it or you don't have it. ما فيك تجي تمثل على العالم انه انا نظيف على يوم يومين ثلاثه وبعدين تروح. بعدين انا طريقتي بفكر انه بنزل على المحل كل يوم كانه اول نهار فاتح. اذا ما بدك تفكر بشغلك هيك ما تشتغل. بدك تفكر كل يوم بيوم. بعدين بدك تحسب الناس انه حدا from your family حدا من اولادك. كيف انت بدك تقيسهم على اولادك هيك بدك تفكر بالعالم وتشتغل. other than that don't do job. كويس. انا ما بفكر اشتغل. انا بفكر انا بنبسط بس شوف السمايل على وجه زبون هو عم بياكل. هذا اللي ببسطني. هذا كانه قبضت منه ما بيهمني المصاري. خبرني شوي ساعه قلت لك انا رح ترجع تفتح من بعد الانفجار قلت لي نو واي افتحوا ازاز ما في ممنوع نفوت وسك على المحل. صح صح 100%. وسكرت قد ايه جمعتين؟ نو نو سبعة ايام. سبعة ايام على دغري نزلت ثاني نهار نظفت وكنت داقل لتبع الازاز على 7 الصبح بعد جمعه اجى ركب. يلا رح فرجيهم شو عندكم. اللايف جوز اون اكيد ما بدنا نخلي شيء تستفى. توصلوا لعنده عندكم صحن الفريد مايونيز كاتشب وبلش الشغل. شفتوا الجريل اللي ورا؟ الجريل اللي ورا صار له كم سنه؟ من 94 من ال 94. الجريل اللي ورا صار له من 94. رح نفوت لجوا ورح تشوفوا النظافه من ال 94. لكل حدا هيدي هيك هيدي مسج لكل حدا عنده مطعم بالعالم وعم يحضرنا اليوم. الجريل رح ارجع عيد من ال 94. بتعرفوا ليش عم حدد وعم بركز على هذا الموضوع؟ رح فوت لجوا. الجريل من ال 94 نظيف مثل كانه راكب امبارح. ابيض 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 ابيض. طلعوا نظافه طلعوا الترتيب. الغرض حد الثاني. يعني وليد بتستعمل وراء وكلينكس تنظف وراك اكثر من حق الساندويتش. ايش بدك تعمل؟ هذا مرض ما في يغير. طلعوا الترتيب، طلعوا النظافة، طلعوا. اوكي، شو رح تعمل اليوم؟ برجر، سبيشل برجر مع هام وتشيز، ستيك ساندويتش، سبمارين، تشيكن بريست على الجريل. عظيم؟ اوكي. وشوكولا بالاخر؟ شوكولا اكيد دفنتلي. اكيد مثل العادة كله بلا توم. توم زيادة. يلا بنبلش. كل الخبز انت عم تشتغل كل الخبز زيتون كل يعني هيدا الخبز اللي بتستعمله دائما. ايه الخبز زيتون بجيبها من عند فيرونا دائما. و انطوني راح احمل الكاميرا عنك خليك تشتغل انت. لانه اي نو يو اكسبت ذا برجر. يو ما انا موجود. كيفك اليوم؟ حبيبي منيح. كم سنة صار لك تشتغل مع وليد؟ من 2006. من 2006 وعلمك كل شيء؟ كل شيء. أنا الصبي تبعه. أبداً. مبسوط؟ إيه أكيد بلا هو. بيعذبك شوي بالنظافة وهيك؟ لا، هي حلوة هي. مش بي. ما بيعذب، هي حلوة.
الله يقويك. الله يقويك انت كمان. هاي واحدة سيك وليد؟ بالعكس 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 ما بينحكى ما بينحكى كثير فيني خبركم انا ما راح احكي كثير بس اخليكم تتفرجوا اخليكم تشوفوا الدقه بالشغل اخليكم تشوفوا الساندويتش ورا الثاني كيف بيحطهم كيف بيلفهم كيف بيقصهم كيف بيقدمهم للزبون اول ما واحد يفوت بيعطيه صحن البطاطا بتقعدوا تتسلوا فيني اقول لكم الموسيقى هون رائعه رائعه بس هلا وقفناها بس فور كوبي رايت ايشو المحل وين؟ بين الدورة وبين برج حمود محل صغير تشوفوا السيارة على التروتوار تنزلوا بتتناولوا ساندويتشين ثلاثة على الماشي وبتكفوا بلشنا بستيك ساندويتش هيدا نكفي بالبقية انطوني انا ما بستعمل الطاسة ما بتستعمل الطاسة عم تحضر فيديو كله انا صبيعك محترق تكي طلقت الجبنة هيك تك 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 ضيلة تنظيف 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 وسوما التنظيف هلا اول ما يخلص الساندويتشات دغري هو اللي بيرجعوا بيروحوا ما بيبقى شيء ملزق لاكثر من دقيقة قديش حلو الشغل قديش حلو نظافة وليد انت عم تشتغل بليز خبرني انت من وين عم ضيع تراك انا من بعكفرة بعكفرة ضيعتنا تشربي فوق تشربي عبد الأرض وهيك هلا شو عم نعمل؟ ايه صامش؟ سب مارين سب مارين لكن الاساسيات هن هي سب مارين سلامه ست ساندويتش برجر وبالاخر الدسير اهم شيء اهم شيء اهم شيء هذا وليد وليد جاي مخلوف بالدورة أنظف سناك بلبنان أكيد سندويشات رائعة يلا لقونا على يوتيوب كرم نظافة وطعمة أكيد وكله بيتسخن على الجريل شوي شوي بيعطيكم التنكي بينظفها من فوق بحط لكم فيها السترو شو هالزلمه ما فيكم تخيلوا قديش انا مبسوط عن جد ما فيكم تخيلوا قديش مبسوط يعني وجودي هون اكثر من انه يوصف بكلمات مبسوط قد الدنيا ما بخلي حدا يفوت لجوا ما بحب ارجع لكم تصوير فاليوم من 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 اسعد ايام طلعوا كيف بقصهم كيف بيرتبهم اسعد مهم اليوم لانظر بحطهم حد بعضهم كل وحده بيلفها ما بيتباخل ابدا كميه الاوراق كميه الشغل مثل ما هن بيقدمون للزبونات رح اخذهم بس تصورهم طلع شو حلو طلعوا قديش حلوين الحب حد التانية نقضى لبرا تندوق الفوت على المحل بهالايام ممنوع بتعرفوا بس سبيشال اكسبشن لكم هيدا ستيك ساندويتش جبنه شوية بطاطا كبساية
هوني اتفرج عليها وانا فكرها فينومينال. صورتها هلا فينومينال. الخبزه رقيقه مفضيه من جوا، الجبنه على القد، لحمه ولا قطره من هيك. كونفورت فود. او ماي جاد برجر تايم. مش معقول طعم، مش معقول، بتحرك المشاعر، مش معقول. تبعتوا حتى البرجر بيلفوا من واحدة حد التاني بورقة الألومنيوم. فايف جايز ستايل. هون البرجر اللبنانية، برجر الضيعة، برجر البيت القديم ساعة كنا نرجع من المدرسة. عن جديد كل إنسان ربي بلبنان بأيام ما كان بعد في تليفون وما كان بعد في انترنت وبعد ما كان في كل الانستغرام وكل هول، بيعرف شو معنى طعمة هذا البرجر اللبناني. في برجر امريكاني، في دبل تشيز، في ماكدونالدز، برجر كينج، فايف جايز، البتكونية، بس في برجر اللي في له احساس، له شعور غير موضوع، يلي هو برجر البيت، يلي فيه السويتنس من فوق والاسيديتي المضبوطة والقرشة المضبوطة والجبنة المضبوطة ولزته انه يجلغي من الدنيا ويطرطشكم. مش معقول. واو. مطلعين له الدنيا. ما في تتخيل قد ايه مبسوط. يلا شو عم نعمل نكست؟ تشيكن سبيشل وتشيكن بريست على الجريل. معنا نال اليوم عطيني وعد. اوبس عطيني وعد. واي اوكي نحن نكفى على وياه. هلا عم نعمل الجيش. خلي لك يوم على الفلاك، خلي البرجر على الفلاك لما تسقع. يلا مترد البرجر بنحطها هون هيدا النص الثاني لما تسقع. ولا وليد بليز لكل حدا ما بيعرف بليز قل لي كيف الجريل بضل ابيض؟ ضلك تنظفه عن جد؟ بده شيء، بده حامض، بده ضوء، او بده بس يتنظف بالثانية؟ كونستنت كليننج وديلي كليننج اون ديلي بيسس. يعني هدول كل يوم بنزيحوا بنعمل وراهم وحطهم تحتهم وتعبوا. قبل ما امشي ما بقدر في بكيريه. انت بتبلش اي ساعه بتكون بالمحل؟ 5 يعني 6 الا ربع. 6 الا الصبح. بس اول ساندويتش بيبيع اي ساعه؟ 7:30 الصبح. كمان في ناس بتروق كمان لبنه جبنه جبنه هون. اه ما كمان خبر. صار عندنا محل تروق جديد. اوكي هول الساندويتشات. طلع الترتيب، طلع النظافه، طلع مش معقول. الزوايا علبة الكلينكس الواقفة حد بعضها يلي بيفوت على المحل بيطلع له بيت واكس على الفاوتي. انبليفبل. قد ايه صار لي وعد تجيبك لهون؟ كثير زمان. شو رايك؟ مرتجي جايب عليك تستفيد. كثير طيب. مش معقول. كثير 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 طيب. عن جد. يعني قد ايه انت وصفته بس انه اصلا وقت صفينا بالسيارة قلت له لعبتني وجهه مهفف يعني لابس الكباب بس مبين وجهه عم بيلمع من هذا. عن جد. هالبوزيتيفيتي اللي عندك اياها. وليد بحبك. انا كثير بحبك كثير بحبك، بحب البوزيتيفيتي اللي عندك، بحب انه لايف كيبس اون جوين اون، بحب انه دائما بتفرجي ذا جود سايد للعالم، بحب انه عم بتفرجي العالم الهيروز اللي مخبيين ما حدا بيعرفهم وهدول لازم يستحقوا يبينوا. برافو. بعدين عملت كل العالم فريندلي وبيعرفوا بعضهم من وراك. ثانك يو. هيدي شو؟ هي سبمارين. بنسخنها بنحمصها. سلامي جبنه جامبون. بعدين كولسلو. كولسلو. بندوره كبيس. هيدي مايونيز.
الحبة حد الثانية. طلعوا الكرم. وليد بهالوضع شو عم تعمل؟ قديش غليت؟ غليت هلا مزورين تغلي بس ما غليت بالنسبة لأول. لأن عم تشتري بضاعتك بالدولار مضطر تبيعها على اللبناني، سو بدك تكسر من حقك لأنه بتعرف الزبون عم يقبض باللبناني مش غالي. قسمت الفرق بالنص أنت وزبونك؟ قسمت الفرق بالنص أقل كمان من النص. بس مهم ما حدا يكون زعلان ومهم نضايق. لا لا إيه مهم هلا أنت في بنقوي بدنا نتحمل بعضنا. دايما بيجوا بيحطوا البراد نايلون عليه تما يسود. باي ذا واي كل شيء بالبراد عندي كفر. إذا بدك تفوت شوف. هيدا صاروخ أرض أرض. أرض حاد. آه. تبغى تحمل حاد. بلش بالتشيكن ولا؟ يلا تشيكن. كمان بدنا نخدم صورة. وبدنا نجيب لك البرجر. Sorry for the mess. جيب مرتي معي بتعطينا اوامر. شو عنا؟ قلنا لا ما فيك الارض. هابي وايف هابي لايف. هابي وايف هابي لايف. خليك راضي يا حياتي. فضح فضح دايما دايما راضي. مور ذان 30 يير. دجاج. اجان سمبلسيتي الخبزه الخفيفه. قرشت وخسه مش معقول. ما بيقشعوا مضبوط بدي حسك هالمال. قرشة مخسة مش معقولة. الجوسينس تبع الدجاج مش معقول. الحموضة الليمن فيل. انقدوا. واو واو واو. سمرين. ريدي فور بيكتشر. يلا. وليد والسوشيال ميديا ما كثير مع السوشيال ميديا. لا السوشيال ميديا بلا بشتغل وهذا بس انه ما عندك انستغرام. ما عندك لايك تو بي ديسكريت اكثر. ما في انستغرام ما في ريستوران بيعرفوا فيك من واحد للثاني. صح بدوش اوراق. شفت التنظيف والنظافه كيف بتصير من بعد كل ساندويتش. اوكي ناخذ سبمارين. يلا الله معك ميرسي. الله معك. الله يسلمك. استنى انت عم تقول. يلا واو. الله معك يا حبيبي. الله يجبر. الو واو واو واو. يلا عن جد واو. وليد هيدا مثلا شو صار سعره بهالايام؟ 20000. 20000 كل هالساندويتش طبعا كبير. ايه لا مش معقول. واو حمص مظبوط خضره. او ماي جاد. سب مارين انا هون. لمين انا هون؟ لا مش معقول. دقيقه دقيقه. ما في speechless. عن جد. لا لا دقيقة مش معقول. شو هالبالانس الحلوة بين المسقعة والسخن. قرصة الحر الخفيف السمبلسيتي السويتنس. عن جد. عن جد ورا. عن جد ورا. اخر شيء شو عنا؟ هلا صار وقت الشوكولا. شوكولا؟ يلا شوكولا. واو امبرست. فينا نقول انه كل مره بيجي لهون مثل كانه اول مره. كل مره بيجي لهون بحس انه عن جد اول مره. برجع بستطعم هالطعم اللي بتضلها تحت لساني. برجع بضلني احس هالخويت. كان تيك تيك شو
Of course. Thank you. Well, yeah, picture together. Wait 1 minute, I want to take our famous uncle. Oh my god, he's saying what's happening here. Thank you so much. Take picture with me. I'm not gonna die. And also madame? Wait, 4, 3, 2, 1. Deal. Yes, one more. It's okay, I don't know. Yalla, Nell, get this. Thank you so much. Okay, نرجع على الجد. نرجع على الجد. موزة. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Bye. مهضومة. مهضومة. Okay. Bye. بدي بعد شي 3 سندويشات اعبي راسي يعني بس انا رح افرجيهم الشوكولا اول شيء طلعوا الكلام خبرهم عن هالساندويش لهي الشكل خبزه بتتحمص شوي شوكولا مسقعه من برا شوكولا مسقعه من برا شقف مش دايب ومايق ايوه موزه كامله وشوية نتس يلا ايوه جو شغله اكلي هيك شيء قبل بليز حرام عليك حرام عليك كل ما تيجي تقول أنتوني anything to drink دايتشي داي تاكسي سلام طلع فيك تنظف مظبوط تنفتح نص فتحة إيه شوفوا كل التفاصيل تبع وركز على موضوع إنه مش لأنه أنتوني هون لهيك للكل بعدنا عم حمص؟ هالوقت كنا عم نتسلى؟ في برجر هون، في سمارين، في تشيكن يلا نال يمكن ما دقت البرجر أكلت البرجر؟ لا هدي كمل هاي أنا بكمل برجر أوكي ثانك يو حقين هلا مش مثل البرجر اللي بيعملها أنطوني بحط لها زبدة وبسخنها وبغمجها تبع أطلب أنا عم تبع أطلب برجر عندي أنا مش رح تنام بالبيت حياتي أنا وأنت رشيجة اكلين هيك شي بحياتكن الدوق بخبركم قديش مهمة ما حدا بيعمل شوكولا بيتركوا قاسي هيك ما حدا بيحط هالكمية ما حدا بيخلص لكم غداكم بلذة هالقد هيدا الزلمة رائع اسمه وليد محله عالدورة بين رومبوان دورة 100 متر ورا بيكسيل قبل ما توصل على رومبوان بش حمود والقعدة معه بتطول عمر موسيقى نظافة لقمة بتاخد العقل وهيدا وليد طيب عنا كم ساندويش إذا بنخلصهم أنا ونال جود باي باي وليد